رحم والديك ابو عماد يا مرحبا. بس ابى اسالك سؤال. لبيه على طول. ايوه على طول. قصيده فيصل بن مدعث اللي كتبتها. اي نعم. هل هي من كلماتك؟ نعم. او مجرد او يعني كنت يعني ملقي لها فقط؟ لا لا من كلماتي. بحكم انه يعني ما سمعناك تقول قصايد قبل، يعني قصايد شخصيه دائم مثل ما تقول تكون قصايدك مثلا منقوله من ناس ثانيين. شوف والله يا ابو عماد يمكن بعض الناس، لا انا اقول لك هذا الشيء لان اول بدايه يعني القصيده يعني تختم ما قبلها وما بعدها ما شاء الله من الكلمات من الاداء بشكل يعني القصيده مكتمله بجميع الاطراف. تدري نحن ما سمعنا قصيد سيف، اكلمك انا كعثمان ما سمعت قصيد سيف تحت البث ولا على البث قصيدك الشخصي. نعم. فمثل ما تقول استغربنا نحن والجمهور يعني كيف طلعت هذه الذائقه الجميله. الله يطول عمرك ابو عماد، ولكن وش هو؟ طلعت فيصل طلع ولا عبرت له ولا بكلمه، ما قدرت اتكلم صراحه. لانه صدمه واستبعاد. فراح وجاب خاطري كلام داخل واجد. فرحت كذا اتمشى شوي قامت تركض القصيده. يا سلام. ليه جبتها؟ بخصوص سيف. دبي. ذكرت يوم من الايام عندنا تحت البث ايضا